اوكي اطباء ان شاء الله نكمل المحاضرة. صوت تمام. اوكي ان شاء الله المحاضرة هذه ما راح نطول بيها، يعني باعتبار انت ويكند وهاي، واحنا ذيش المحاضرتين كانت يعني تقريبا ساعتين ونص الى 3 ساعات، 2 عتب، فالمحاضرة اوكي شوية ناخذ ان شاء الله، حتى البونت يوم نبقي على المحاضرة الثانية تمام، ماكو مشكلة. نجي نكمل. طبعا احنا بالجزء الاول تكلمنا عن البون باثولوجي، تكلمنا عن الاضافه لهذا التكمله الفيزيولوجي، عرفنا البون فورمينج سيل، البون ديزولفينج سيل، وهاي التفاصيل. بالتالي هسه احنا نكمل محاضرتنا ونحكي عن انذر ديزيز اللي هو باج ديزيز اوف ذا بون، او احيانا نسميه اوستايتس ديفورمانس. اوكي تشوفون قدامكم انه الباج ديزيز هذا الاسم السابق او الاسم الانذر نيم، لكن الاسم الثاني الاقل شهره، طبعا الباج ديزيز كلش مشهور اوف ذا بون، طبعا اكو باج ديزيز اوف بريست، طبعا هاي وقتها ناخذ بالربورت. الباج ديزيز اوف بون احيانا يسموه اوستايتس ديفورمس. شنو الفكره بهذا الشيء؟ انه هو عباره عن بون ديسوردر. بالضبط شنو المشكله؟ ايش يصير عندي؟ ما نعرف احنا ليش هذا الشيء يصير، لكن المشكله لقوا انه هذا ببساطه عنده ملتيبل فيسز او ملتيبل ستيجز. بالبداية يزيد عندي الفانكشن اوف اوستيوكلاست، فيصير عندي ليتك ليجن بالبون، وراه يزيد عندي الفانكشن اوف اوستيوبلاست واوستيوكلاست، فيصير عندي ليتك واضاف الى هذا بلاستيك ليجن بالبون، وراه يزيد عندي الفانكشن مال اوستيوبلاست، فيصير عندي سكليروتيك اور بلاستيك ليجن. فبالتالي لقوا انه هذا عبارة عن فريكونس انكريز ان اكتيفيتي اوف اوستيوكلاست واوستيوبلاست، فبالتالي بالنهاية هذا الليتيك ليجن على السكلروتيك ليجن راح يسوي لي ويك بون. اوكي فبالتالي هاي النقطة الأساسية نعرفها. فبالتالي قدامكم انه هو الاسم الثاني باج ديزيز، الاسم الأقل شهرة اوستاتس ديفورمس، هو عبارة عن ديزيز مثل ما قلنا، عبارة عن بون ديسوردر، عندي انكريز اوستيو كلاست بالبداية لاحظوا، فولود باي وات انكريز اوستيو بلاست، فبالبداية يصير عندي ليتيك، ممكن بعدين يصير عندي سكليروتيك. اخلي ببالي هذا الشيء. اهم ميزه اخلي بيها ببالي شغلتين حتى اقول هذا باج ديزيز. اول شيء اذا اسوي انفستيجيشن راح القى الكالسيوم، الفوسفورس، الباراثايرويد كلها نورمال. الشيء الوحيد يكون اليفيتد الكالاين فوسفاتيز، فبالتالي ايزوليتد اليفيشن اوف الكالاين فوسفاتيز تفيدني الدايجنوس اوف باج ديزيز. هاي النقطه الاولى. النقطة الثانية من أجل أجي أسوي هيستوباثولوجي راح أجي أشوف شيء نسميه موزايك باتيرن أوف بون، راح أشوف عبارة عن الأوستيوسايت موجودة بأبنورمال بوزيشن. تشوفون هسه مثلا هذه الصورة قدامكم، راح أشوف مثلا ستكتشر الأوستيوسايت. أوكي هاي السيلز اللي تشوفوها قدامكم أشبه بجزيرة طايفة وعندي أبنورمال ديستريبيوشن، هذا نسميه موزايك باتيرن أوف بون، نتيجة انه انا عندي سترونج بون اللي هو اللاملار بون، وعندي ويك بون ووفن بون، فبالتالي راح يصير عندي هاي الموزايك باترن، الصورة اللي تشوفوها قدامكم. طبعا هاي الصورة كلش مهمة، او هذا الديفينيشن والديسكربشن كلش مهم، انه الموزايك باترن بالهيستولوجي وقضية الايزوليتد الليفيشن اوف الكالين فوسفاتيز ما انساها، كلش كي وورد بالاسئلة، كلش تفيدكم، يجي كل شيء نورمال، كالسيوم فوسفيت كل شيء، كل شيء تلقاه نورمال، بس الالكالين فوسفاتيز اليفيتد خلي ببالك انه تشوف شنو هذه عباره عن باج ديزيز. خلي ببالي ممكن القى بي انذر اليفيشن فدي الماركرز معين، بس اهم شيء اركز على الالكالين فوسفاتيز. طبعا النقطه المهمه اضافه الى هذا الشيء، لقوا انه احيانا هذا الديزيز يزيد البلود فلو. اوكي نتيجه شنو يصير عندي؟ شنو نسميه اي في شانس. اوكي يصير عندي ارتيريو او ارتيريو فينوس شمس، يصير عندي كونكشن. نتيجه لهذا الشيء، نتيجه انه انا صار عندي شمس، انتم تخيلوا ارتيريو فينوس شمس، البلد يمشي من الارتيري للفين، بالتالي راح يقلل البريشر، فالهارت يحاول يعوض على هذا الشيء. الهارت ما يعرف شنو السبب انه انا يصير عندي هذا البلد يمشي بلو بريشر، فبالتالي راح يزيد الهارت ريت، يحاول يسوي كومبنسيشن لهذا الشيء. بالنهايه مثل الانيميا تتذكرون قلنا ممكن يصير عندي هاي كارديك اوت ووت هارت فيلير، نفس الشيء بالاي في شانس ممكن البيشنت يصير عندهم هاي كارديك اوت ووت هارت فيلير. فخلي ببالك تو كومبليكيشن كلش هاي تعرفون، وتو انفورميشن كلش تميز لي الباج ديزيز، والى تو نيمز. اوكي التو نيمز هي باج ديزيز واستاتس ديفورمنس،
The two important information regarding diagnosis here, isolated elevation of alkaline phosphatase, mosaic pattern in histopathology. The two complications here, heart failure, high cardiac output heart failure, osteosarcoma, يعتبر risk of osteosarcoma. ورح إن شاء الله ناخذ osteosarcoma رح نقول واحدة من الريسك فاكتور مالته هو الباجيت ديزيز، فخلوا ببالكم هذا الشيء. تمام، هسه نعيد المعلومة. هاي رول اوف تو عربي نسميها، إلها تو نيمز، هي باجيت ديزيز واستاتيس ديفورمنس، اوكي؟ هذه واحد اثنين. إضافة إلى هذا إلها تو امبورتنت فيتشرز، واحدة كلاب فايندينج هي isolated elevation of alkaline phosphatase ووحدة كهيستوباثولوجي هي mosaic pattern in histopathology. Two complications هي high cardiac output heart failure و osteosarcoma. هاي كلش مهمة أعرفها عن الباجيت ديزيز وتقريبا ما راح يطلع السؤال عن هذا الشيء. أوكي، بيبقى أحيانا واحدة من الأشياء اللي ممكن أشوفها نتيجة زيادة الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي ممكن يصير عندي بون ثيكنينج، فبالتالي هذا البون ثيكنينج شلون من حكينا عن الاوستيوبتروسيس ممكن يسوي كومبريشن للكرينيال نيرف، فيجين البيشنت الهيرنج لوس، يجين البيشنت الفيجن لوس مثل ما حكيناها، ممكن اشوف هذا الشيء. طبعا هنا دا يقول لكم دا يلخص الستيج، بالبدايه راح اشوف انكريز اوستيوكلاست فاشوف التكليجن، وراح اشوف انكريز اوستيوبلاست اند اوستيوكلاست فاشوف ميكس ليتك اند سكلروتيك، وراح اشوف بس اوستيوبلاست فيصير عندي سكلوراتيك ليجن واشوف هذه الكومبليكيشن مال كومبريشن اوف ستراكشر سواء كان الفيجن لوس لوس اوف هيرنج لوس، ممكن وراها راح يصير عندي كويسنت فيس اللي هو يكون عندي عاده الاكتيفيتي مال اوستيوبلاست والاوستيوبلاست تكون مينيمال فمو فد شيء. التريتمنت طبعا استخدم بيسفوسفينيت نفس اللي حكيناه عنه بالاوستيوبروسيس، راح نحكي ان شاء الله بنحكي عن الفارماكولوجي نعرف الميكانيزم اوف اكشن والميديكيشن شنو تفاصيله ان شاء الله ناخذها بوقتها. فبالتالي واضحه عندكم قضيه الباجيت ديزيز اوف بون اكو مشكله له. تمام، تمام نكمل. Another disease اللي هو rickets أو osteomalacia بالأدلت، وأعتقد هذا الشيء كل اثنين نعرف إنه إحنا عندي مشكلة بالفيتامين دي. طبعًا هو مو فقط فيتامين دي إلى multiple type، أوكي، لكن إحنا نعرف إنه من عندي مشكلة بالفيتامين دي بالchildhood أسميه rickets، بالأدلت أسميه osteomalacia، وأعتقد هذا المصطلح كلش واضح وكل اثنين نعرفه. يبقى نحاول نفهم الباث فيزيولوجي والتفاصيل اللي تخصه. نجي أول شيء تذكرون من حكينا إحنا مثلاً بالأوستيوبروسيس قلنا المشكلة اللي عندي أنا عندي loss of bone mass لكن المينراليزيشن ما عندي مشكلة. حكينا الأوستيوبروسيس عندي مشكلة بالبون ريزوربشن. حكينا بالمثلاً الباجيت ديزيز قلنا إحنا عندنا مشكلة بالأوستيوكلاست وأوستيوبلاست فانكشن. نيجي على الأوستيوماليشيا والريكتس، إحنا عندنا مشكلة هنا بالمينراليزيشن of أوستيويد. شنو الأوستيويد؟ ببساطة هو خلينا نقول الاوريجين مال بون، الاوستيوبلاست من تيجي تسوي لي بون تبدي برودكشن اوف اوستيويد، هذا الاوستيويد خلينا نقول هو المين ستراكشر اوف بون، هذا اللي يحتاج حتى يصير بي البون ماس طبيعيه ويصير بي البون الطبيعي يحتاج يصير له مينراليزيشن عن طريق شنو؟ عن طريق ديبوزيشن اوف كالسيوم فوسفيت بالبون، اوكي؟ فبالتالي انا صار عندي اوستيويد. هذا الاوستيويد اذا ما صار بي مينراليزيشن عندي الافكت بالكالسيوم الفوسفيت نتيجه الفيتامين دي او اي كوز مالته هنا ممكن يصير عند البيشنت يصير عنده ريكتس. هاي النقطه الاساسيه نعرفها. طبعا هناك معلومه معاده وسبق وحكيناها هوايه من حكينا الاندوكراين وهي الفيتامين دي الكونسيكو او السيكونس مال اكتيفيشن مالته. الفيتامين دي المين سورس مالته هو من السن اكسبوجر، واعتقد هذا كل نيتنا نعرف هذا الشيء انه يصير عندي سن اكسبوجر للسكن راح يصير عندي production of vitamin D. هذا vitamin D بالبداية راح يصير ب 25 hydroxylation بالليفر وراها 1 alpha hydroxylation يصير بالكدني ويصير عندي active form of vitamin D. واعتقد هذه المعلومة كلها نعرفها ومرت علينا سابقا. عرفنا الفيتامين دي يزيد الى 3 sites of action، بالانتستين يزيد الـ absorption of calcium and phosphates، بالكدني يزيد الـ absorption of calcium and phosphates، بالبون يزيد الريزوربشن اوف بون، فبالتالي هم يزيد الكالسيوم والفوسفيت. طبعا
الفرق بين الفانكشن اوف فيتامين دي والفانكشن اوف باراثايرويد، كلش مهم نعرف هذا الشيء. الباراثايرويد كان لا بالكدني زيد الكالسيوم ابزوربشن وانهانس فوسفيت اكسكريشن، فبالتالي تخبطون بين فيتامين دي والباراثايرويد، كلش مهم نعرف هذا الشيء. اوكي تمام. يجي الفيتامين دي ديفيشنسي، طبعا نشوفه عاده اذا البيشنت عنده ديكريس سان اكسبوجر، يعني دول مثلا البيشنت اللي عايشين بدول معينه، هاي الدول الاسكندنافيه او هاي اللي اصلا مثلا ما عندهم هواي شمس، او هاي ممكن اكو مثلا اكو مدينه بروسيا يمكن اللي متابعين من عندكم ما يشوفون شمس، يعني شوف الدنيا مثلا اتذكر مره شفت تقرير هو على اليوتيوب عنها انه الساعه بالثنتين الظهر بالوحده الظهر والدنيا ظلام ظلام ما تشوف بها شيء، اوكي؟ بحيث الشمس يمكن ما اعرف ما ادري كم شهر بالسنه ما يشوفون شمس ابد، اوكي؟ فبالتالي اكو دول معينه يصير عندهم قليل الشمس فيكون سستول فيتامين دي ديفشنسي. اضافه لهذا طبعا ممكن بور دايت، اكو مشكله بالنيوتريشن، يصير البيشن عنده فيتامين دي ديفشنسي، مال ابزوربشن، عندي ديفكت بالابزوربشن، فيتامين دي ديفشنسي، عندي ديفكت بالهيدروكسيليشن سواء كان بالليفر او بالرينال، يصير عندي فيتامين دي ديفشنسي. طبعا من احكي عن مصطلح ريكتس احكي عن فيتامين دي ديفشنسي بالتشايلد هود، هاي النقطه كلش مهم، رغم انه عندي مالتيبل تايب اوف ريكتس باي ذا واي، مو فقط لو فيتامين دي، اكو ريليتد للفوسفيت واكو طبعا فيتامين دي ديبندنت واندبندنت وهاي، لا احنا ما بدنا نحكيها بتفاصيلها كستيب وان، اهم شيء نعرف البرنسبل وراح نرجع نحكيها مره ثانيه نوعا ما من نحكي على البايوكيمستري ونحكي على الفيتامينز، اوكي؟ وراح نحكي بتفاصيلها عن الفيتامين دي مره ثانيه. طبعا الفيتامين دي من يصير عندي ديفشنسي راح يجيني بمالتيبل مانيفستيشن نتيجه لديفكت اوف مينراليزيشن اوف ذا بون. فايش راح يجيني البيشنت اول شيء؟ اول شيء راح يجيني البيشنت ممكن عنده شيء نسميه بيجن تشيست ديفورميتي او يسموها باكتس كارينيتام، اوكي؟ اللي هو ببساطه راح اشوف شنو؟ راح اشوف التشيست بي اوت وورد بروتروجن، هذا التشيست الطبيعي. تشوفون هذا اللي يطلع عندي outward protrusion، هذا اسميه بيجن تشيست ديفورميتي. ممكن اشوف يصير عندهم frontal bulging، اذا اشوف كانه عندي الفورهيد اللارج فورهيد، هسه راح اشوف هاي بالصوره. هاي manifestation of rickets، اوكي؟ اشوف عند البيشنت هذا الفرونتال بوسنج، تشوفون هذه قضيه الفورهيد شلون اللارج، اوكي؟ يصير عندهم delayed closure للفونتانيل سواء الانتيرور او البوستيرور وان. يصير عندهم اضافه لهذا كرينيوتيديز، من تيجي تضغط على السكالبون تحسها كانه هي الكره هاي اللي تلعبون بها مثلا مضاده او هيك شيء دائما تنضغط بهاي الطريقه. اضافه لهذا تشوف عندهم شيء ديفكتس بالدنتيشن او ديفكتس بالتيث، عندهم مشكله بالتشيست، والتشيست راح اركز على 3 ديفورميتي كلش ضروري نعرفها، اللي هي اول شيء يصير عندهم باكتس كارينيتم اللي هي نفسها بيجن تشيست ديفورميتي، اوكي؟ يصير عندهم ايضا راكيتيك روساري وهسه راح نشوف صورتها اوضح، اوكي؟ يصير عندهم ابنورمالتي بالكوسترو كوندرال جنكشن، واضافه لهذا يصير عندهم سلكس ابض يعني او خلينا نقول نير ذا دايفرام نسميه هاريسون سلكس، هاي كلها ديفورميتي نشوفها بالراكيتس، وممكن ايضا نشوف عندهم باون بالليج، تشوفون الليج مالتهم شلون بها باون، هاي كلها اشوفها بالراكيتس، فبالتالي ضروري نعرفها ونميزها رغم انه تفاصيلها مو شرط تعرفون بوحده وحده، لكن كل معلومه تفيدكم حتى توصلون دايجنوستس للراكيتس. فبالتالي انا راح اشوف شنو؟ راح اشوف بيجن تشيست فورمسي مثل ما قلنا، راح اشوف فرونتال بوسنج مثل ما شفنا، راح اشوف روزاري ليش؟ لان انا عندي مشكله بالكوسترو كوندرال جنكشن، اوكي؟ راح اشوف الى هذا اضافه لهذا باونج اوف ذا ليك، وهذا تشوفون الصوره. اضافه لهاي احيانا طبعا ممكن اشوف شغلات ثانيه، مثلا اشوف هاي الصوره شيء يسموها كابنج اند فراينج، اوكي؟ راح اشوف ابنورمال هاي الديستال بارت اوف ذا بون، هذا مو طبيعي مبين، هذا مو طبيعي، في يسموها فراينج وهنا يسموها كابنج، اذا تشوفون الصوره قدامكم هاي يسموها فراينج اند كابنج، هاي صايره اشبه بالكب وهاي صار كانه ستريت وهيك، في يسموها فراينج، يسموها فراينج اند كابنج، اشوف ابنورمالتي بالبون، رغم انه هاي تعتبر ستيب 2 سي كي صراحه هاي معلومه، بس اتس اوكي حتى واحد يطلع عليها ويعرفها. طبعا الفيتامين دي او الريتس هذا من نحكي عن مستوى تشايلد هود، لكن من احكي ادلت راح اسميه اوستوماليشن،
أوستيوماليشيا أيضا نفس القصة، أنا عندي مشكلة بالمينراليزيشن أوف ذا بون، هاي النقطة الأساسية. فبالتالي من أجي أدز انفستيجيشن راح ألقى الكالسيوم قليل، ليش؟ لأن الفيتامين دي كان يسوي لي أبسوربشن للكالسيوم من الجي أي تي، أبسوربشن للكالسيوم من الكيدني، ريزوربشن أوف ذا بون أند ريليز أوف كالسيوم. نفس الشيء للفوسفيتس راح أشوف أيضا لو ليفل، لكن بالمقابل الباراثايرويد ككومبنسيتوري ميكانيزم راح يزيد. أوكي، الالكالين فوسفيتيز ككومبنسيتوري ميكانيزم على مود الاوستيوبلاست فانكشن ممكن ايضا يزيد. اوكي، فخلي ببالي هاي الفايند. طبعا بالاكس راي احيانا اشوف عندي سيدو فراكتشر، ممكن يصير عندي شيء يسموه لوزر بون. اوكي، هذا البون ويك وسسبتبل للفراكتشر، اضافة الى هذا مثل ما قلنا ممكن اشوف كابينج وفراينج مثل ما حكينا بهذا الشيء. اهم نقطه اخليها ببالي واهم كلمه اعرفها بالريكتس والاوستيوميليشن هي هاي النقطه and mineralized osteoid matrix. يعني الأوستيود ما عندي مشكلة، بس عندي مشكلة بالmineralization. أهم شيء كلمة المineralization أعرفها بالrickets والأوستيومانيش، هاي الكلمة ما أنساها وركز عليها كلش مهم أفتهمها. أوكي، تمام. نجي هنا تيبل يلخص الموضوع. إذا ما عندنا مشكلة، عندكم سؤال على الفيتامين دي أو الrickets بصورة عامة؟ أوكي. تمام، نجي انا عندي لاف بار لازم ممكن تفيدني بالدايجنوستي. لوسز طبعا اتفقنا انه احنا ما عندي اي مشكله لا بكالسيوم لا فوسفيت لا الكالين فوسفيت لا باراثايرويد، فاشوف كل شيء نورمال. اللي يميزه هو الدكسا سكان، فاشوف اللاب فايندينج بالاوستيوبروسس كلها طبيعيه. نفس الشيء بالاوستيوبتروسس، اوكي، راح اشوف تقريبا كلها طبيعيه. وعرفنا قلنا انا عندي راح يصير ثيك بون لكن ويك بون سسبتبل للفراكتشر، فخلي ببالي هذا الشيء. طيب بالباجيت ديزيز اوف بون قلنا عندي ايزوليتد ليفيتد او اليفيشن اوف الكالين فوسفيتيز، هذا الشيء حكيناه. طيب نجي على الباراثايرويد، وهنا اللي حضروا اندوكرينولوجي راح يفهمون الموضوع كل شيء بسهوله وما عندهم مشكله، اللي هي البرايمري هايبر باراثايرويدزم، اللي ببساطه انا عندي يا اما عندي مثلا هايبربليجيا، عندي ادينوما، عندي كارسينوما. فالمشكله الاساسيه بالباراثايرويد جلاند سواء ادينوما هايبربليجيا او كارسينوما، فالديس عندي اوفر برودكشن اوف باراثايرويد هرمون. احنا نعرف الباراثايرويد هرمون يزيد لي الكالسيوم ويقلل لي الفوسفيت، فبالتالي اشوف عندي انكريز بالباراثايرويد لان هي برايمري هايبر باراثايرويدزم، انكريز بالكالسيوم او طبعا الباراثايرويد هنا انكريز بالباراثايرويد، انكريز بالكالسيوم، انكريز اضافه الى هذا بالاكتيفيتي اوف الكالين فوسفيتيز، لكن يقل عندي الفوسفيتس. فبالتالي ليش؟ لان هاي برايمري هايبر باراثايرويدزم. قلنا الباراثايرويد هرمون يشتغل على الكدني يزيد الابزوربشن اوف كالسيوم ويزيد الاكسكريشن اوف فوسفيت، فيشوف لو ليفل اوف فوسفيتس. لكن بالمقابل بالسكندري هايبر باراثايرويدزم المشكله انا عندي ممكن رينال فيلير او ممكن فيتامين دي ديفشنسي. اوكي، فالمشكله اذا الاساس عندي لو كالسيوم وانكريس فوسفيت، ليش؟ لان الكدني كانت تسوي لي اكسكريشن للفوسفيت وري ابزوربشن للكالسيوم، فمن يصير عندي لوس للكدني فانكشن راح اشوف يصير عندي لو كالسيوم اليفيتد فوسفيت، لكن بنفس الوقت ككومبنسيتنج ميكانيزم راح اشوف اليفيتد باراثايرويد وليفيتد الكلاين فوسفيتيز. فبالتالي اعرف هاي المعلومه احسن. نجي على الاوستيوماليشا والريكتس، راح اشوف شنو. مثل ما قلنا انا عندي مشكله بالمينراليزيشن، فاشوف الكالسيوم لو ليفل الفوسفيت لو ليفل، فكومبنسيتنج ميكانيزم راح يزيد عندي الباراثايرويد. اوكي، ويزيد الكلاين فوسفيتيز، فبالتالي هاي النقطه الاساسيه نعرفها ونميزها. يبقى اخر شيء بالهايبر فيتامينوسز، يعني انكريز فيتامين دي او فيتامين دي توكسيستي، اعرف الفيتامين سي يسوي لي ابسوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت، فبالتالي اشوف الكالسيوم اليفيتد الفوسفيت اليفيتد. لكن الباراثايرويد شنو كومبنسيتنج ميكانيزم، راح يصير عندي نيجاتيف فيدباك وانهبيشن للباراثايرويد، فيصير عندي هايبو باراثايرويدزم اشبه بهيجي. اوكي، الالكالين فوسفيتيز شنو اخباره؟ انا ما عندي مشكله بالاوستيوبلاست فراح اشوفها نورمال، هاي النقطه الاساسيه نعرفها. واضح هذا التيبل؟ لو اكو شيء عندكم تريدون نراجع نحكي. اعتقد مر علينا اغلب المعلومات، هي مر علينا مجرد تاكيد الاشياء حكيناها بالاندوكراين هوايه طبعا.
اوكي نشوف البون تيومر على المحاضره الجايه، ما عندنا مشكله ونحل اسئله هسه، لان احنا تقريبا اليوم 16 سؤال نحاول نحلها. تمام اوكي.